السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته استيقظت ولاية شلف صبيحة اليوم السبت على وقع حادثة خطيرة راح ضحية ما لا يقل عن خمسة أشخاص وهذه التفاصيل الكاملة تابع الفيديو للأخير ولا تنسى الضغط على زر الإعجاب والاشتراك في القناة ليصلك كل جديد تدخلت مصالح الحماية المدنية صباح اليوم السبت لأجل إسعاف ضحايا حادثة خطيرة وإجلائهم على جناح السرعة إلى مصلحة الاستعجالات بمستشفى زيغود يوسف بيت لتلقي العلاج وحسب مصادر محلية موثوقة نشرت الخبر فقد أصيب اليوم السبت خمسة أشخاص بجروح وكسور متفاوتة الخطورة إثر حصول اصطدام تسلسلي بين ثلاث مركبات على مستوى المحور الوطني رقم 19 عند مفترق طرق بعنصر النحاس بلدية سيدي عكاشة فيرجى أخذ الحيطة والحذر من مستعملي الطريق